السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلاب جريد فور، وحشتوني كالعادة. والنهاردة هناخد الليسن على التور. معلش أنا عارف إن أنا اتأخرت عليكم، بس أنا هحاول بقدر الإمكان الأسبوع ده نخلص إن شاء الله، وإن شاء الله من أول بداية الأسبوع الجاي بإذن الله هعمل لكم ريفيجن حلوة وكويسة، وبرضه هتكون من بنك المعرفة. طيب تعالوا كده نشوف كده المسائل الستور بروبلم الناس كلها بتتكلم عليها والناس خايفة منها. بص، قلت لكم قبل كده انت تحاول تخلي نفسك جوه المشكلة، تحاول انت اللي تفهم المسألة. يعني في خطأ انتوا بتعملوه شنيع، ايه الخطأ اللي انتوا بتعملوه؟ واحد مثلا بيقوم قارئ اول كلمتين كده، وبعد كده يقوم رايح تحت كده، وبعد كده يقوم رايح هنا، بعد كده يقوم جاب شوية من هنا. كل ده بيترجم ان المسألة بالنسبة له صعبة. ده اكيد لازم تكون صعبة، اكيد لازم تكون المسألة بالنسبة له صعبة لانه اصلا ما فهمهاش. فما ده طبعا غلط. انا عايزك انت تحط نفسك مكان المشكلة، تقرأ كلمة بكلمة وترجم كلمة بكلمة، وما تقلقش، الامتحان هيجي سهل خالص بجد والله العظيم، الامتحان هيجي سهل. تقلقش خالص، وموضوع الامتحانات وما اعرفش والناس والدربكة والكلام ده، ما تقلقش خالص ولا تحط في دماغك، بس اعمل اللي عليك وتلاقي ربنا كرمك. اهم حاجه في مسألة السولف بروبلم، انا عايزك انت تفهم المساله وتحط نفسك مكان المشكله وتترجم كويس وتقرا بالراحه على الاقل منك لحد ما تفهم. معانا مثلا زي المساله دي، ساميه هاد 54 متر اند 20 سنتيمتر اوف ريبل. ساميه هاد يعني معاها 54 متر اند 20 سنتيمتر اوف ريبل، شريط. شريط اللي هو عامل زي بتاع اللي هو بتاع الهدايا، او اللي بيزوقوا بالعربيات اللي بيلفوا بالهدايا. هنا بيقول تو ميك فلاورز، هتعمل بيه ورد، ورد بلاستيك كده وحاجات من اشكال ورد يعني. طب تمام. وبعدين قال هنا 29 متر اند 39 سنتيمتر واز ليفت، واتبقى معاها الجزء ده البارت ده قد ايه؟ 29 متر اند 39 سنتيمتر بس لفت unused يعني ايه؟ ما استخدمتهوش. اتبقى معاها. قال لا، بقول لك هنا هاو ماتش ريبون واز يوزد تو ميك فلاورز، يبقى هي استخدمت بقد ايه؟ استخدمت قد ايه؟ اخدت قد ايه؟ هي المفروض لما تستخدمت يبقى اكيد اكيد يعني الشريط ده الريبون ده يعني طوله زاد ولا قل؟ ها؟ دلوقتي جابت، انت رحت جابت شريط لزق كده مثلا واستخدمت منه، يبقى كده طوله زاد ولا قل؟ اكيد قل، يبقى بلس ولا ماينس؟ اكيد ماينس. وده بالظبط اللي انت هتعمله. هتقول هنا 54 متر و 20 سنتيمتر هنا جنبيها، وتحتيها هنا برضو 29 متر كوما 39 سنتيمتر. يلا بقى نعمل السبتراكت، نعمل الماينس. 0 ماينس 9، 0 ماينس 9 طبعا كانت بي، فهنعمل برو، هتبقى دي 1 ودي هتبقى 10 على الاقل منك وانت بتحل. 10 ماينس 9 ايكوالز 1، 1 ماينس 3 طبعا كانت بي، مش هينفع، هتبقى 11، وال 4 ديت هتبقى 3. 11 ماينس 3 بيكون ايكوالز 8 كومن، 3 ماينس 9 طبعا مش هتنفع، هتبقى هنحط هنا 1 ونستلف من ال 1 5 ده تبقى 4، واعد من بعد ال 9 لحد نوصل ل 13 after 9 10 11 12 13 هيكون 4. 4 minus 2 equals 2. ما تنساش طبعا ان هنا 24 متر وهنا 81 سنتيمتر. 81 ايه؟ سنتيمتر. يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا سبتراكت، فهمنا المساله وعملنا سبتراكت. اكيد لما استخدمت من الريبون ده اكيد طوله هيقل، فعشان كده عملنا السبتراكت. اهم حاجه وانت بتكتب، تكتب خطك يكون كويس عشان انت تعرف تحل. يعني انا عملت هنا، عملت ايه؟ 54 متر 20 سنتيمتر، تحتيها 29 متر، شوف المتر تحت المتر، كوما 39 سنتيمتر. دي اهم حاجه، لازم انك تظبط خطك. طيب هنا بيقول لي ايه بقى؟ ايه؟ 1 بوكس is 44 سنتيمتر and 5 مليمتر tall. البوكس صندوق، الطول بتاعه بي النمبر ده. another box is 35 سنتيمتر
في بوكس تاني، صندوق تاني او كرتونه تانيه اللينس بتاعتها 35 سنتيمتر تول. هنا بيقول لك ايه بقى؟ ايه؟ How tall will the boxes be if both are stacked one on top of the other؟ لما نحطهم فوق بعض، لما نحطهم فوق بعض اكيد لما نحط الصندوق ده فوق الصندوق ده يبقى الطول هنا، الطول هنا اللينس واللونج هيزيد ولا هيقل؟ يا مستر اكيد هيزيد، يعني بلس ولا ماينس؟ بلس. بس كده، بس كده هكتب النمبر ده 44 سنتيمتر كوما 5 مليمتر، وبعد كده 35 سنتيمتر تحط فين؟ تحط تحت السنتيمتر، سنتيمتر. شوف انا عملت ازاي؟ اهم حاجه انك تفهم السنتيمتر نحط تحتها الايه؟ السنتيمتر. هنا بلس. طب والمليمتر ما جابليش، يبقى المليمتر هنا ما جابليش ايه؟ احط مكانها زيرو. مليمتر برضو من عندي ينفع؟ اه ينفع، ما فيش يعني زيرو. واجمع بقى، احنا قلنا احنا اتفقنا ان احنا نعمل سم 5 بلس 0 هتكون ايكوالز لايه؟ 5. 4 بلس 9 هتكون ايكوال 5 ايكوالز 9. 4 بلس 3 ايكوالز 7 ونحط هنا ايه؟ سنتيمتر. بس كده. طيب تمام. سامح has 63 متر of ribbon. سامح معاه 63 متر of ribbon. الشريط برضو نفس الشريط بتاع الهدايا ده معاه قد ايه؟ 63 متر. If he cuts قطع منها 56 متر and 21 سنتيمتر. اوبا، يبقى هو لما يقطع منها يبقى كده هيزيد ولا يقل؟ هيقل طبعا. What length of ribbon will be left؟ اتبقى معاه قد ايه؟ بسيطة، هنعمل سبتراكت. شاطر، هنعمل سبتراكت. ما قلنا شاطر، هنعمل سبتراكت. ما خلاص يا سائع، قلنا هنعمل خلاص ماشي. بعد كده نعمل ايه بقى؟ سبتراكت. مين بقى نعمل فروم جريتر اللي هو مين؟ 63 متر. ماشي، النمبر ده تحتيه 56. تعال شوف 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 نعمل ازاي؟ 56 متر كوما و 21 سنتيمتر. وقلنا ان احنا نعمل ماينس. طب مستر ايه ده ما جابليش فوق هنا؟ حط مكانه زيرو. زيرو 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 سنتيمتر. يعني لازم انا مستر الزيرو ده؟ اه طبعا لازم. لازم؟ اه طبعا لازم. لازم؟ اه طبعا لازم. زيرو ماينس ال 1 كانت بي. نعمل باور من الزيرو ده برضه مش هينفع. هناخد من 3 هتبقى 2. طيب وهنا ده هتبقى 9 والزيرو ده هيبقى 10، لان طبعا الزيرو ده استلف من الزيرو ده. 10 ماينس 1 ايكوالز 9، 9 ماينس 2 ايكوالز 7، 3 ماينس 6 طبعا مش هينفع تبقى 12. احنا 2 ماينس 6 مش هتنفع، وال 6 ده هتبقى 5. 12 ماينس 6 ايكوالز 6، 5 ماينس 5 0 ما بتتكتبش. هنا نكتب هنا متر وهنا سنتيمتر. يبقى الانسر هيكون ايه؟ الانسر 6 متر، معلش 6 متر and 79 سنتيمتر. طيب تمام. رانيا is measuring two ant lines. رانيا لقت قدامها صفين من النمل. صف كده، لاين كده، ولاين كده. ماشي. A colony A is ant line is 30 سنتيمتر long. الصف الأولاني طبعا هي بتقول عليه الصف الأولاني يعني A كده، اللينس بتاعته ب 30 سنتيمتر. And colony B الصف الثاني line is 500 مليمتر long. وبعدين how many centimeter long are the two ants lined together؟ طب لو حطينا بقى التو لاينز دول مع بعض يطلع لي قد ايه؟ هو اللي قال هو together مع بعض، يبقى كده يزيد ولا يقل؟ هيزيد طبعا يا مستر. يعني بلس ولا ماينس؟ بلس برضو يا مستر. كده ممتاز، يعني انا بلس. تمام، بس في مشكله. مشكله ايه المشكله؟
ايه المشكلة يا مستر؟ المشكلة ان انا عندي هنا ده 3 سنتيمتر، وايه المشكلة؟ ان انا عندي هنا 500 مليمتر. قصدك يا مستر لازم نخلي الاتنين زي بعض؟ بالظبط، لازم نخلي الاتنين زي بعض. لو كان ده بالسنتيمتر لازم يكون ده بالسنتيمتر، ده بالمليمتر لا لازم يكون بالمليمتر. ده بمزاجي؟ للاسف في المساله دي مش هيبقى مزاجك. ليه؟ عشان عندي هنا دي سنتيمتر، بيقول لي هاو ميني سنتيمتر، لازم تطلعه بالسنتيمتر. يبقى احنا نجيب النمبر ده 500 مليمتر عشان اعمله كونفرت تو سنتيمتر بطريقه الصوابع. فاكرين؟ فاكرين طريقه الصوابع؟ افكرك؟ طريقه الصوابع احنا كنا قلنا هنا كيلومتر، متر، دي سي متر، سنتيمتر، مليمتر. ده كنا قلنا هنا 1000 10 10 10. عايز اعمل كونفرت من مليمتر تو سنتيمتر، برجع هنا هنكنسل زيرو، هيبقى كام؟ 50. بقت 50 سنتيمتر، بقت 50 سنتيمتر. نجمعهم هما الاثنين بقى، يبقى 50 سنتيمتر بلس 30 سنتيمتر. هيديني الانسر ايه؟ اكيد يعني 80 سنتيمتر، هيكون ايه؟ 80 سنتيمتر وبس كده. يا رب تكون فاهم لحد كده. طيب تمام. An ant from colony A، نملة من الصف الاولاني او من مستعمرة او اي حاجة من اي مكان، بس هو بيرمز لك الرمز اللي هي كولوني ايه، مستعمرة الاولى يعني. walked، مشت 2 كيلومتر in a day، مشت 2 كيلومتر في اليوم الواحد. an ant colony B، منملة من مستعمرة تانية او مكان تاني، walked 3000 meter in a day. هنا بيقول لك which ant walked the farthest and how much farther in kilometer did it walk. بيقول لك مين اللي مشت اكتر، مين اللي مشت ابعد، مين؟ انا عندي الاولى دي ب 2 كيلومتر والثانيه ب 3000 متر، مين؟ انا ما اعرفش احدد الا لما احاول المتر ده للكيلومتر. 3000 متر عشان اعمل له 2 كيلومتر، اعمل له كونفيرت، هنكنسل 3 0 هيكون ايكوال 3. يبقى انا اقول له هنا an ant from colony B walked، اكتبها له لو انت عايز تكتبها، مش عايز تكتبها خلاص. an ant from colony B walked 3000 متر ايكوال 3 كيلو. يبقى مين اللي مشت اكتر، 3 كيلومتر ولا 2 كيلومتر؟ اكيد 3. يبقى انا اقول له هنا ايه؟ اقول له هنا an ant from colony P، اكتبها له كده، walked the farthest. an ant from colony P walked the farthest، هي اللي مشت الاكتر. طب هنا بيقول لك how much farther in kilometer، طب مشت اكتر منها بقد ايه، ابعد منها بقد ايه؟ اعمل هون ماينس 3 كيلومتر ماينس 2 كيلومتر يديني كام؟ 1 كيلومتر. عارف انت لما تجيب في املة الانجليش 9 from 10 وصاحبك يوم جايب ايه 7 from 10، فانت اكتر منه، اكتر منه بقد ايه؟ بتعمل ماينس 2 بس كده. هي دي الفرق، هي دي الفكرة. طاهر grow 10 سنتيمتر in one year، طاهر بيطول 10 سنتي كل سنة. he is now 1 meter and 6 سنتيمتر tall، طوله دلوقتي 1 meter and 6 سنتيمتر. هنا بيقول لك how many سنتيمتر tall was طاهر 1 years ago، طاهر كان طوله قد ايه السنة اللي فاتت؟ وانت عندك كم سنة؟ انا؟ 9 years، عندي 9 سنين. طب كان عندك كم سنة السنة اللي فاتت؟ انا؟ ايوه انت 8. انت عملت ايه؟ نقصت 1، لان كل سنة بنزيد 1، كل سنة بنزيد 1 year.
بس طاير بقى في الطول بيزيد كل سنة 10 سنتي، يبقى كان طوله ايه السنة اللي فاتت؟ يبقى هننقص 10 سنتي بالظبط، هي دي الفكرة. طب هو طول الوقت قد ايه؟ قال لك 1 متر اند 6 سنتيمتر. ما ينفعنيش، احنا عايزينه بالسنتيمتر. 1 متر 6 سنتيمتر ايكوالز ال 1 متر ب 100 بلس 6 ديت هيديني 106 سنتيمتر. 106 سنتيمتر. نعمل بقى سبتراكت زي ما اتفقنا، هيبقى 106 سنتيمتر ماينس بيزيد قد ايه؟ 10 سنتيمتر 10 سنتيمتر. 6 ماينس 0 6 وال 10 ماينس ال 1 بيديني ايه؟ 9. هيبقى اللينس كان السنه اللي فاتت عنده 96 سنتيمتر 96 سنتيمتر. ويا رب تكون فاهم، يا رب تكون فاهم. طيب هنا بيقول لك زينة بورشيزد، بورشيزد يعني اشترت او عملت مشتريات 8 كيلو جرام اوف شوجر. اشترت قد ايه؟ 8 كيلو سكر، 10 كيلو جرام اوف فلور، كمان 500 جرام اوف كوكا، وكمان 225 جرام اوف بيكانز، 275 جرام اوف كوكون. كوكون اللي هو الايه؟ جوز الهند. هنا بيقول لك what is total mass of her groceries in kilogram. عايز تعرف المشتريات بتاعتها بالكيلوجرام قد ايه؟ قد ايه؟ يعني ماس يعني بالكيلو، بالكيلوجرام. يا نهار ابيض، كل ده اشتريته؟ للأسف. احنا اولا هو عايزه بالكيلوجرام، الكيلوجرام ده الاولاني ده ال 8 كيلوجرام هنسيبها لانها بالكيلوجرام، وال 10 كيلوجرام دي برضه هنسيبها. هناخد بقى الجرامز دي نجمعها مع بعض، وبعد كده الانسر اللي يطلع لي احولها بالايه؟ تكون بالكيلوجرام. ال 500 ديت بعد كده تحتيها 225 وتحتيها 275. بناخد دولت بنجمعهم مع بعض. ممكن انت تجمع اتنين مع بعض لوحدهم الاول، بعد كده الانسر يطلع لك اجمعهم مع التالت. 0 بلس 5 5 5 بلس 5 ايكوالز 10 0 كيلو اب 1 1 بلس 2 3 3 بلس 7 10 0 كيلو اب 1 1 بلس 5 6 6 بلس 2 8 8 بلس 2 ايكوالز 10 قال لك 1000 جرام بتكون ايكوالز 1 كيلو جرام. كون ايكوالز الايه؟ 1 كيلو جرام. يبقى ال 1000 جرام ايكوالز 1 كيلو جرام. هنضيفهم بقى. يبقى ال 8 كيلو جرام بلس 10 كيلو جرام بلس ال 1 كيلو جرام ده برضه. يبقى 8 بلس 10 بلس 1 هيديني 19 كيلو جرام. 19 ايه؟ كيلو جرام. 19 كيلو جرام. يبقى احنا اخدنا كل الجرامز وجمعناهم مع بعض وحولناهم للايه؟ لكيلو جرام. طيب تمام. هنا بيقول the total weight of Tanya's bag is 45 كيلو جرام. الشنطة بتاعت تانية 45 كيلو جرام and 750 جرام. ده الوزن بتاعها. Diana's باج والشنطه بتاعت ديانا 43 كيلو جرام اند 950 جرام. هنا بيقول لك هوز باج از هيفير، من هنا الاتقل، اند باي هاو ماتش، وقد ايه اتقل منها بقد ايه؟ هنعمل ايه؟ من الاتقل هنا مستر، هنا 45 كيلو جرام وهنا 43 كيلو جرام، يبقى من الاتقل اكيد دي مين؟ تانيا. خلاص يبقى انا اقول له كده تانيا باج، تانيز باج از هيفير يعني مش مستاهله حاجه. تانيز باج اللي ايكوالز 45
كيلو جرام ديت هنعملها كلها، هنحولها كلها، هنحولها كلها ماشي. لو هو عايز مثلا خطوات هقول له تنس باك كده 45, جرام، واقول له كده ديانا باك 43, وعلى فكره مش شرط تكتب كل ده، يعني انت ممكن تطلعها على طول. يبقى انا اقول له زين، عشان كده اقول له سو، اقول له تانيز باك از هيفير، طيب بقول لك هاو ماتش بقد ايه، نعملهم ماينس، ناخد دولت نعملهم ايه سبتراكت، وبس كده. In colony A, in colony A, the ants collect 950 gram of food. في جحر من جحور النمل، نمل جحر معين يعني، النمل جمع ايه؟ بقول لك هنا جمع 950 gram of food. If they consumes 25 جرام of food on Monday، بقول لك هنا بيستهلكم، بياكلوا في اليوم 25 جرام of food on Monday، 37 جرام of food on Tuesday. How many grams of food are left؟ يبقى اتفضل معاهم اكل قد ايه؟ فكر انت، حاول تقول، حاول تقول هنعمل ايه؟ بقول لك هنا ان في جحر من جحور النمل يعني، جمعوا العدد ده من الجرامز من الطعام يوم الاثنين اكلوا الكميه دي، ويوم الثلاث اكلوا الكميه دي، يبقى اتفضل معاهم قد ايه؟ قلت له مثلا عارف قول هنجمع ده مع ده، ايوه، واللي يطلع نعملهم سبتراكت من ده. شاطر شاطر، اعملها انت بقى، هتعملها انت بقى. طيب هنا بيقول لي داليا's dog weighed 15 كيلوغرام، الكلب بتاع داليا وزنه 15 كيلوغرام. When she took to its vet، اخذته للدكتور البيطري، she learned it، عرفت that her dog gained 2000 جرام، عرفت ان الكلب بتاعها وزنه زاد 2 كيلو او 2000 جرام. How many more grams، كم عدد الجرامز will Dahlia's dog need to gain، الكلب ده محتاج قد ايه before it weighed 20 كيلوغرام، قبل ما يوصل ل 20 كيلوغرام محتاج قد ايه؟ دلوقتي هو وزنه 15 كيلو، راح يقول للدكتور، عرفت ان وزنه زاد 2 كيلو، عايزه تعرف فاضل له قد ايه ويوصل ل 20. فكر حاول تفكر، ها تفتكر نعمل ايه؟ انا قاعد مستني بجد، انا مستنيك تفكر بجد، هنعمل ايه؟ يبقى هنا 15 كيلوغرام هنجمعه مع مين؟ ال 2000 جرام ديت يعني كانها 2 كيلو جرام. خلاص بقى احنا كبرنا وعرفنا 2 كيلو جرام، ما هي جرام. هنعملها كونفيرت 2 كيلو جرام هيبقى 17 كيلو جرام. فاضل له قد ايه ويوصل ل 20 كيلو؟ يبقى نعمل سبتراكت 20 كيلو جرام ماينس 17 كيلو جرام. هيديني 3 كيلو جرام. بس. The potatoes آية pot weight 2 كيلو جرام. بطاطس بتاعت آية وزنها 2 كيلو and 920 جرام. Her onion weight، وزن البصل اللي جابته 1075 grams less than the potatoes، وزنه أقل من البطاطس بالإيه؟ بالوزن ده. How much did the potatoes and the onion weigh together؟
يبقى وزن البطاطس مع البصل قد ايه؟ يا دي النيله، وانا مالي ومال البطاطس والحاجات دي؟ طب وانا مالي؟ انا مالي اعمل ايه؟ هنعمل ايه بقى؟ ما هو فكر فكر بس يا مستر، فكر ايه؟ معلش معلش، طب ايه اللي نزلها يعني تروح تجيب بطاطس ما هنعمل ايه بقى؟ تفتكر نعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ ما هو بيقول لك وزن البطاطس اول، ماشي، والبصل ايوه اقل من البطاطس بالعدد ده يا صلاة النبي، يبقى البصل قد ايه؟ مش عارف، يبقى نعمل سبتراكت دلوقتي. انت علشان تعرف البصل بقد ايه، ما هو الزن دي اصلا معناها ماينس، يبقى 2 كيلو جرام، هنجمع النمبر ده 2 كيلو جرام 2 كوما 920 ماينس النمبر ده 0 ماينس ال 5 كان تبي، يبقى 10، اوعى تقول 0 او 5 وده 1، 10 ماينس ال 5 ايكوالز ال 5، 1 ماينس 7 طبعا هنعمل بورو، 11 ماينس 7 4، 8 ماينس 0 8 كوما 2 ماينس ال 1 1. هو ايه ده؟ ده يعتبر الاونيون ويت، ده وزن البصل. ما انت كده معاك وزن البصل، بقول لك هنا بقى هاو ماتش ديد ذا بوتيتوز اند اونيونز ويت توجذر، يبقى البصل والبطاطس قد ايه؟ هو البطاطس بكام اصلا؟ بطاطس هي زي ما احنا طلعناها 2 كيلو جرام 920 بلس النمبر اللي هو بتاع البصل ده، وتطلع الانسر بلس يعني. A worker transferred 10 bags of rice weighing 45 kilogram each into track. العمال اللي بينقلوا اللي هم اللي بيشيلوا، بقول لك بيشيل 10 شنط او 10 شكاير رز مثلا، الوزن بتاعها 45 كيلو جرام اتش انتو تراك جوه الشاحنه، يعني راجل بيشتال 10 شكاير مثلا كده، وكل شكاره 45 كيلو، يا نهار ابيض. بقول هنا the way of the مش عارف ايه empty truck، هنا بيقول the weight of the empty truck is 1480 كيلوغرام. يعني الشاحنة ذات نفسها وهي فاضية وزنها قد ايه؟ 1480 كيلوغرام. What will be the weight of the truck with the bag؟ يبقى الوزن الشاحنة بالشنط بالشكاير، هنعمل بلس، مش لما تطلع الاول الويت بتاعت مثلا الرايس الرز هو معاه 10 شكاير، كل شكاره بوزن بتاعها ب 45، يبقى ده عدد كبير، يبقى بنعمل ملتبلاي، يبقى 10 ملتبلاي 45 كيلو جرام. الزيرو ده بعمله اوت بوت 1 تايمز ال 45 يديني 45 كيلو جرام. ده ايه؟ The weight of the bags. Weight of the bags. نعملهم بقى بلس بقى، يبقى 450 او بنجيب التراك ده الاول، النمبر ده الكبير بلس النمبر ده كيلو ده كيلو عادي، 0 بلس 0 0 8 بلس 5 13 كري اب 1 ونعملهم بلس وعادي جدا. عن الكات ويت 7 كيلو جرام اند هيز دوج ويت 17 كيلو جرام، وزن القطه بتاعت علي 7 كيلو جرام والكلب بتاعه 17 كيلو جرام. When علي took them to the vet الدكتور البيطري she learned he learned that his cat gained 450 جرام، عرف ان القطه بتاعته وزنها زاد 450 جرام. And his dog gained 120 gram. هنا بقول لك how much do his two pets weigh in all now؟ يبقى الاثنين دولت الحيوانات الحيوانين دولت بقى وزنهم دلوقتي ايه؟ كام دلوقتي؟ لازم تشوف الاول وزن القطه ايه؟
القطة كانت ايه وزادت قد ايه؟ قالوا هنا كات ويت الاول كان قد ايه؟ الكات 7 كيلوغرام بلس وزادت قد ايه؟ قال لك هنا ان القطه زادت 450 جرام. يبقى كلها على بعضها تبقى كام؟ 7 كيلوغرام زي ما هي و 450 خلاص كده. وممكن تكتبها بالطريقه الثانيه زي ما قلنا، هيبقى 7 كيلوغرام و نشيل مثلا ايه؟ لا 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 معلش نشيل ده كده ونشيل ده كده ونحط ايه كوما كده في النص افضل يعني. بتكلم برضو عن الدوج ويت كان هو ايه 17 كيلو جرام وزاد قد ايه 120 جرام. قال لك بقى انا عايز الاثنين بكام بقى الاثنين؟ نعملهم بايه بلس اهو حطهم فوق بعض كده تكتبهم تاني وتعمل بلس يعني انت بتكتبهم تاني 0 بلس 0 0 5 بلس 2 7 وهنا 5 كوما جرام 7 بلس 17 هتكون ايكوالز 24 كيلو جرام. بس انت تكتبها تاني خلي بالك ما تعملش زي كده تكتبها تاني. A fish tank with capacity of 100 liter is filled with 20,000 milliliter or water. حوض سمك بياخد قد ايه 100 لتر is filled with 20,000 مللتر اتملى بقد ايه؟ اتملى بقد ايه؟ اتملى ميه بقد ايه؟ ما اتملاش كله لا ده بيقول لك 20,000 مللتر of water. هنا بيقول لك how many more liter of water are needed to fill it up completely. عايزين قد ايه علشان هنعمل مستر ماينس بس كده. هو كله بياخد قد ايه 100 لتر هو اتملى بقد ايه 20 مليلتر هنعمله كونفرت تو لتر ونعمل ماينس. ما هو مش هينفع تعمل ده ماينس ده وهنا مليلتر وده لتر هتعمل سبتراكت هيديني 80 لتر هيديني ايه 80 لتر 2 لتر اوف ريفايند اويل ريفايند اويل زيت. What is the total quantity of three oils together? عايز يعرف الزيت ده كله نجمعه يبقى بكام؟ ها طبعا ده بالمليلتر وده بالمليلتر وده برضه بالتو لتر. فهمت؟ ده مليلتر وده مليلتر وده تو لتر. هناخد المليلتر مع المليلتر عشان ما يبقاش الموضوع صعب شويه. يبقى 750 مليلتر دول بقى نعمل بلس مع مين مع 2 لتر في الجنب كده لو لتر بس كده يضاف معاه 2 لتر 750 مليلتر لان ده الاكبر بتاعهم طبعا هيبقى 2 لتر خلي بالك هيبقى 2 لتر و750 مليلتر 2 لتر و750 مليلتر A milkman sold 46 liter. بقول لك هنا الراجل بياع اللبن باع قد ايه 46 liter and 200 milliliter of milk on 3 days of a week. باعهم في خلال 3 ايام. 53 liter 155 milliliter of milk in the next 2 days. وفي اليومين اللي ورا باع العدد ده برضو الكمية دي. What quantity of milk did he sell in 5 days? باع قد ايه في الخمس ايام. أظن بقى المسألة سهلة أكيد هتجمع الاتنين دولت هتجمع التو نمبرز دولت ماشي تمام. مستر عماد bought for 2 liter bottles of soda for the primary for picnic. مستر عماد بيقول لك هنا اشترى 2 لتر اللي هو الحاجة الساعة لطلاب الرحلة بتوع الابتدائي رحلة نزهة. If there were 2 liter and 129 milliliter of soda remaining at the end of the picnic. اتفضل معاهم العدد ده الكمية دي. How many milliliter of soda did the students drink?
هنعملهم قد ايه؟ هنعملهم ايه؟ هنعملهم ماينس. هنعملهم ايه؟ ماينس. طب ازاي؟ شوف الكلمه دي، مستر عماد بوت فور 2 لتر بوتلز. انت واخد بالك من الحته ديت؟ يعني اربع ازايز 2 لتر. عارف انت لما تقول لك روح هات ازازتين لتر حاجه ساعه، يعني هو اشترى اربع ازايز كل واحده بايه؟ 2 لتر. يبقى كده كام لتر؟ 8 لتر. ممكن تجيبها عن طريق ملتبلاي. شوف الكلمه دي بقى، فتخلي بالك. يبقى 4 ملتبلاي 2 هيكون ايكوالز 8 لتر. 8 لتر نعمله ماينس الايه؟ النمبر ده. 8 لتر ماينس النمبر ده. 8 لتر بقى ايه؟ 8000. ما عايزه بالمليلتر. وال2 لتر دي زي ما هي كوما، والنمبر ده زي ما هو. ونعمل الماينس. هنعمل الماينس. يبقى تاني الراجل ده راح اشترى 4 2 لتر، اربع ازايز حاجه ساعه، الواحده منهم باتنين. بقت هنا مش راح اشترى ازازه واحده باتنين لتر، لا طبعا. والفور ديت بقت 8 لتر، 8 لتر دي يعني 8000. ماينس النمبر ده. ماينس النمبر ده. 2 لتر وكوما 829، ونعمل بس ابتدات. ما تقولش 0 ماينس 9 يديني 0، ولا تقول يديني 9. ده هنعمل بورو. هنكتفي بالقدر ده لان بجد تعبت، مش قادر والله اكمل. ان شاء الله نكمل هنحاول بقدر الامكان انزل لكم فيديو يوم الاحد ان شاء الله عشان نقدر نخلص بسرعه. ما تقلقوش انا معاكم لحد ايه ما نخلص الكابوه اللي هنعديها دي باذن الله، وما تقلقوش. وحل، انا عايزك تفهم وتحل انت لوحدك، وبعد كده تدي الكتاب لماما تشوف هل يا ترى حلك صح ولا لا. ممكن تتفرج على الفيديو مره واتنين لحد ما تفهم، او ممكن تقسمه لنصين وربنا يوفقك بإذن الله. بس كده.